وتاني نبارك ونهني لأشقائنا في المغرب الفوز على منتخب البرتغال والتأهل للمربع الذهبي في انتظار الفائز من إنجلترا وفرنسا. عايزين بقى مباراة كده تكسير عظام، يعني 120 دقيقة يعني يهلكوا بعض فيهم عشان اللي هيكسب منهم يوصل للمنتخب المغربي مستوي كده، ويمكن مين عارف، محدش يعني محدش، خلينا نبقى منطقيين وعلى أرض الواقع، محدش كان متوقع في بداية البطولة. أنا شخصيا مراهن جدا على منتخب المغرب من بداية البطولة، واللي بيتابع السادسة عارف كويس قوي إن أنا قلت يا جماعة انتظروا المغرب والسنغال والسعودية، وقد كانوا المغرب عملتها، لكن انه يطلع متصدر المجموعه بتاعته فيه معاه بلجيكا وكرواتيا، طب ماشي تصدر، طب انه يتجاوز المنتخب الاسباني، طب تجاوز، طب انه يتجاوز المنتخب البرتغالي او تجاوز برضه، فايه المانع انه يكمل الحلم؟ والحلم مشروع جدا، واللي قدر يعدي من كل دول يقدر يعدي من اللي جاي سواء فرنسا او انجلترا، ولو انها طبعا مواجهه صعبه لانه الاثنين الحقيقه فرقتين بيملكوا سكواد في منتهى القوه، والفردة دي الناحية دي من المشوار صعبة قوي، يعني على العكس من الناحية التانية بالذات بعد خروج البرازيل أشوف أنه فرنسا وإنجلترا الاثنين الحقيقة مرشحين بقوة جدا لتحقيق اللقب، وبالتالي هيكون مواجهة صعبة على أسود الأطلسي، لكن بإذن الله هم له، وخصوصا الأرض شكلها كده بتلعب مع أصحابها، دي أول أو متهيألي أول مرة، متهيألي يعني لو الذاكرة ما خانتنيش، أول مرة منتخب إفريقي وعربي يصل للمربع الذهبي، وبالتالي نتمنى إن الأرض تكمل معانا والجمهور طبعا العربي العظيم اللي موجود في المدرجات ويساند المنتخب المغربي في مباراة نصف النهائي بإذن الله. اعتقد ان في حاله فرحه كبيره جدا، والمغرب الحقيقه طبعا وعد واوفى، الحقيقه الانجاز اللي حققه المغرب النهارده بوصول المربع الذهبي ما كانش اكتر المتفائلين يتوقعوا، ولا ايه يا ابو حميد؟ رغم انك انت برضو متفق معايا من قبل البطوله ان المغرب حصان اسود، دي حقيقه، بس يعني ومع بلال طبعا طبعا التيمومي بس يعني حلو على المغرب. أيوه جدا. الفكره ان ما حدش كان يحلم ان هي توصل للدور قبل النهائي، الغريب كمان ان منتخب المغرب والمنتخب الكرواتي في مجموعه واحده الاثنين في قبل النهائي، صحيح، فيبين قد ايه ان قوه، يعني كانت قويه، ظلمنا كده المنتخب البلجيكي بقى اللي هو كان في مجموعه قويه، صحيح، منتخبين اقوى، يعني منتخب المغرب بيطلع اول المجموعه، منتخب الكرواتي بيطلع ثاني مجموعه وهو اصلا وصيف كاس العالم اللي فات، فيبين قد ايه منتخب المغرب وليد الكراكي ده مدرب كبير جدا. لا هو كمان الجميل في الموضوع انك لما تبقى النهارده يعني العالم كله بيتفرج على المغرب بتلعب سيمي فاينل، وايطاليا والمانيا واسبانيا والبرازيل قاعدين بيتفرجوا، يعني ونيمار ونجوم في هنا في هنا مورال، في هنا مسج او رساله مهمه جدا. هو التخطيط بقى، يعني احنا طبعا زي ما اشدنا قبل كده خلال مشوار البطوله بالمنتخب المغربي وبالسياسه اللي حطها الاتحاد المغربي اقاله خليلو زيتش في توقيت حرج جدا، والرهان الكبير اللي رهنوا فيه المسؤولين على وليد الرجراجي المدير الفني الوطني الواعد اللي اثبت على فكره نجاحات قبل ما يتولى القياده الفنيه للمنتخب المغربي. هنا بقى انت بتخطط صح وبتحط بلان ربنا بيكللها النهارده بالوصول للانجاز التاريخي اللي حصل. منتخب المغرب على فكره بالمناسبه هم مأمنين جدا بالحلم ومصدقين جدا، لاعبين عندهم لاعبين عقليات بروفيشنال جدا، لعيبه كلها بتلعب في مستويات كبيره جدا، يعني عندنا ياسين بونو في اسبانيا افضل حارس في الليجا الاسبانيه، عندنا اشرف حكيمي نشا وترعرع في ريال مدريد، عندنا مزراوي في بايرن ميونخ، عندنا نايف اكرد في وست هام الانجليزي، يعني مش ناقصهم حكيم زياش طبعا، كل النجوم دي على مستوى المينتاليتي والعقليه مش ناقصهم حاجه، بالاضافه زي ما حضرتك قلت ان البطوله بتقام على اراضي عربيه بالدعم الغير مسبوق من الجمهور، حاسين ان هم بيلعبوا في اجواء تناسب جدا الحلم اللي هم بيحلموه، مقسمين المباريات لمراحل مباراه مباراه، كل مباراه بيلعبوها على انها مباراه كاس، مباراه نهائي، بياخدوا البطوله مباراه مباراه، فلذلك هم ناجحين ان هم يوصلوا ويعملوا الانجاز ده طبعا.